مليحه شكرا سيدي مدام بعد الصفحه تاعي بعث لي نبعث لك صاي هذه هي الله يحفظك وفخور جدا الله يسترك بركة عبرتي في المجموعة شملي فرقاك لغة عربية أصالة وسط هذا الجمع الكريم إنسان طيب وسط هذا الجمع الكريم بارك الله فيك الذي بواسطته استطعنا أن نلم الكثير من المعلومات القانونية التي لها صلة بالمحاماه بارك الله فيك وأنا متأكد من أن هذه الدفعة سوف يكون لها دور كبير دور رياضي جدا ورياضي في جو العام للمنظومة المحاماتية جوهرها عبود كلمة عبود أرواح أرواح أنت لا تعجبني إذا عندك إلقاء ما شاء الله كيجي الأستاذ نقول كلمة عليه أنت صورني نجح هذه الدورة وكامل الزملاء ونتمنى التوفيق لجميع زملائي استاذ امين استاذ شوف العين كيف شوف العين والعيون شوف كوميساريه تاع تيغني غير دوك عيطوا لي والله غير دوك عيطوا لي قال لي واحد شهد كاين كاين جريمه كيجي الاستاذ يقول عليه كلمه معليش امسح صوروا صوروا كاع نقول كلمه شباب صوروا الله استاذ مدني صافليز اللي عرفناك انا ثاني يعني ما عمر صافليز شخص رائع شرف كبير لي انا اني تلاقيت بمجموعه كيما هذه من بين النجباء في على المستوى الوطني في المسابقه هذه ما شاء الله ماشي تاع غير الاستاذ مدني ولكن قضيه تاع نفس المبادئ انا كنت قلت لك على بيت دير تمارس من المحاماه قلت لي باش نوصل الحق ونساق الباطل بارك الله في شر مع الله عز وجل ففي هذه نحن في الهدف سواء والله انا كيف كيف مالوريزمون لا بلي بارتي حم بالك ريحوا على اساس الماديات ولا ما على باليش ولا اساس الجوانب ولكن كل هذا يفنى ولكن الباقيه الصالحات هي هذه شر مع الله عز وجل ما شاء الله كي نكونوا في نفس الرواق نفس المحاكم نفس الجلسات ان شاء الله ندافع عن المدافع المظلوم ننصر الحق باذن الله هذا هو الشرف هذا هو البريز حقوق والحريات هذه هي يقول القانون الله يحفظك صحيح